ما غاديش تبقاو نتوما كتضحكوا كديروا ديك اللعيبه ديال هكا ولا كتهضروا نتوما حشمانين. وهاد التيو انا كنقولوا تيو هذا نتوما شوف شحال بقى صح ما كيتهرش ما حتى شي حاجه. ممكن كل مره نمشي للمراكز التجميل كل مره نبقى نحط انا تما الزباله ديال الفلوس على سناني والجهاز راه كاين متوفر. سلام كي دايرين لاباس عليكم اموركم هانيه مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي وقناتكم رشيده بيوتي ومرحبا بالناس الجديده اللي انضمت عندي القناه. كنقول لكم مرحبا بكم اللي خطاكم عليا كيف ما كتشوفوا اليوم ما رانيش بوحدي في الفيديو معي ضيفه الشرف اللي هي هاد لاباري هادي غنهضر لكم عليها اليوم لان بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا لي رشيده ورينا شي اباغاي اللي كتبيض سنان اللي تكون ما كتضرش تكون عندها فعاليه زوينه بثمن مناسب. صراحه ما كنتش كنلقى عارفه بزاف ولكن ما كنتش كنلقى شي حاجه اللي نيت ايفيكاس وبثمن اللي هو مناسب لان كما كنعرفوا هاد لي زاباري ديال تبييض الاسنان غالبا ما كيكونوا زايدين فيهم بزاف يعني كيكونوا اثمنه اللي هي غاليه على والو. فملي لقيت هادي اول حاجه ثمن مناسب جدا وثاني حاجه الفعاليه ديالها واعره 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 كتعطيك تبييض يعني من الحصه الاولى كتعطيك تبييض وتبييض اللي هو فوري. كيف ما كنعرفوا ان السنان هي اول حاجه كتمشي لها العين يعني ملي كتكوني كتهضري مع واحد الشخص اولا كتضحكي معاه راه عينو اوتوماتيكمون كتمشي لك للسنان. فانا براسي صراحه فاش كيكون كيهضر معايا شي واحد ولا عيني كيمشيو للسنان فدائما السنان كيخصهم يكونوا نقيين محكوكين. صراحه الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الاصفيره واخا كيحكوا السنان وكذا يعني ما كيمشي لهمش عندهم مشكل كبير بزاف ما كيقدروش يضحكوا على خاطرهم ما كيقدروش يهضروا على خاطرهم دائما يديهم هكا على سنانهم ملي ما كياخذوش راحتهم نهائيا. فعلاش لا اليوم نقدر نكون انا هي السبب باش ان الضحكه ديالك تبدل باش ان الاسنان ديالك يبانوا بويض كيشعلوا كيلمعوا فقط بهاد لاباري هادي. غادي نوريكم كيفاش كتخدم وغادي نوريكم كلشي وغنهضر عليكم غنهضر لكم عليها. خليكم معايا في هاد الفيديو اللي انتيغيتي بقى معايا حتى الاخر. باش غديروا حصه وحده ولا جوج حصص مراكز التجميل من الاحسن انكم تشريو لاباري اللي غتبقى عندكم مدى الحياه. علاش نبقى انا كل نمشي كل مره نمشي لمركز التجميل نبقى نحط تما الزبل ديال الفلوس وكل مره كيخصني نرجع؟ من الاحسن انها نشري لاباري ديالي تبقى عندي في الدار نستعملها انا والديا خوتي عائلتي علاش لا اللي بغى يدير التبييض مرحبا به يعني شي حاجه اللي زوينه. وكما كنعرفوا ان السنان كيتاثروا بزاف بالقهوانات اللي كيشربوا القهوانات اللي كيشربوا اتي بزاف الدراري اللي كيكميو يعني راه السنان كيخصهم واحد العنايه واحد الاهتمام اللي هو خاص بزاف لان السنان شي حاجه اللي مهمه وضروريه ولا غفلتوا عليهم غير شويه صافي كتلقاوهم مشاو يا اما السوسه يا اما طاحوا يا اما ولاو الصفر. واخا كتغسلي بالدونتيفريس راه ما كافيش الناس اللي عندهم الاسنان ديالهم صفراء واخا كتغسلوا بالدونتيفريس راه ما كافيش. فمن الاحسن انها تكون عندكم اباري في الدار اللي غادي تعاونكم باش ان الاسنان ديالكم دائما تكون عندكم ديك الابتسامه الهوليوديه كيف ما تنقولوا. فالصراحه انا فرحانه بزاف بزاف ونتمنى انه نكون انا سبب باش بزاف ديال الناس ترجع لهم الابتسامه الجميله ديالهم. بحال اليوم ما غاديش نوريكم كيفاش كتخدم ولكن ان شاء الله غادي تشوفوني هكا في شي روتين في الدار ولا غتشوفوني كنخدمها. اليوم راني في الخدمه ما يمكنش انني نشعلها ونخدمها ولكن غادي نوريكم هكا شي لقطات نقرب لكم مزيان باش تشوفوا. غنوريكم بعدا اشنو كيجي معاها. ها نتوما كيجي هاد لاصارج هذا كيتركب هنايا بكل سهوله فوالا كيتركب بحال هكا كتبرونشيه مع الضو صافي وكتبداي تخدميها من هنايا. راه ساهله بزاف في الاستعمال ديالها يعني على داكشي بلا ما نحتاج انني نوريكم اليوم في هذا الفيديو هذا كيفاش كتخدم لان فريمون ساهله بزاف بزاف. كتركب من هنايا كيف ما كتشوفوا ممكن انك تركبيها مع اي بلاصه. ها نتوما شوفوا معايا انا راه يلا وصلتني يلا ركبتها وبالضروري كيخصني نوريها لكم في الفيديو ماشي غير انا بوحدي اللي غادي نستافد يستافدوا معايا ناس اخرين. انتما كتركب وكتزير بهذا البولون هذا يعني تركبيها في اي بلاصه بحال دابا انا اليوم لصقتها هنا نقدر نعاود نحيدها ونلصقها بلاصه اخرى. دا هاد التيو هذا اللي صراحه راه زوين بزاف وقاصح وفين ما دورتيه كيدور. دابا هي راه على هاد الشكل هذا ما عرفتش واش شاده لكم كاميرا مزيان نقدر الا بغيت ندورها من الجهه الاخرى نعوج غير هذا وغادي يدور بكل سهوله ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. انتما راه باقي كاع ما حيدتلاش هاد البلاستيكه ديالها كيف ما قلت لكم راه يلا وصلتني وقلت علاش لا ما نديرش لكم عليها فيديو. انا نوريكم شنو كيجي معاها واحد اخر كيجي معاها هذا الكتيب هذا اللي كيشرحوا لكم فيها انا راه حيدتها من لومبالاج ديالها بطبيعه الحال باش نوريكم. الكتيب هذا كيشرحوا لكم فيه طريقه الاستعمال اللي ساهل يصيفطوا لكم هاد النضيدرات هادو باش كديروهم على ود هذاك الشعل اللي كيضرب منها. انا نقول لكم الطريقه باش كتخدم. يصيفطوا لكم معاها جوج ديال جيل الاسنان هادو هديه يعني كيصيفطوهم لكم فابور. ونسيت ما وريتكمش هاد جوج قطع ديال السيليكون اللي تا هما كيوصلوكم مع لاباري ديالكم اكيد كيعطيوكم جوج كيف ما كتشوفوا.
هذا الجهاز هذا كيعمل بتقنيات الضوء الازرق اللي هو الليد اللي كيقضي تماما على البقع اللي كتكون في الاسنان، وصراحه هي طريقه اللي امنه على الاسنان، ما عندكم منش تخافوا، طريقه امنه، ما كاين لا اضرار لا اعراض جانبيه لا حتى شي حاجه، والنتيجه مضمونه 100% وكدوم مده اللي هي طويله بزاف. علاش ما يكونش عندي هذا الجهاز هذا في الدار؟ كل مره نمشي لمراكز التجميل، كل مره نبقى نحط انا تما الزباله ديال الفلوس على اسناني، والجهاز راه كاين متوفر، طريقه الاستعمال سهله وبسيطه، اي واحد كبير وصغير ممكن انه يفهم طريقه الاستعمال لانها شي حاجه اللي بسيطه بزاف. واهم حاجه توصيل فابور وحتى الباب داركم، وشنو بغيتو اكثر من هكا؟ واحده اخرى بغيت نقولها في الفيديو هذا وعارفكم غتشكروني عليها بزاف بزاف، هو انكم تقدروا تاخذوا هذا لاباري وتخدموا بها غير من الدار، بالنسبه للعيالات او حتى الرجال اللي قالتين يعني دراري اللي بلا خدمه، ممكن انكم تاخذوا هذا لاباري هذه وديروا بها حصص غير من الدار، تقدروا ديروا بها حصص للناس غير من الدار بثمن اللي هو مناسب، لان اصلا لاباري شوفوا راه كتساعد على الخدمه، شي حاجه اللي بدون ضرر كنقولها وكنعاودها، وسهله في الخدمه، يعني كنتي قاريه ما قارياش قاري ما قاريش تقدروا انكم تخدموا بهذا لاباري هذه. واهم حاجه كما قلت لكم الضرر راه ما كاينش نهائيا، لان فيها تقنيه الليد اللي هي تقنيه اللي عاليه وامنه والنتائج اللي مضمونه 100%. شوفوا جالسين في داركم مثلا، نقولوا انا كنهضر على ربات البيوت، ربات البيوت كيبغيو مساكن يخدموها، اللي ما كيخليهاش راجلها، اللي عندها الدراري ومحتاجه الفلوس وما عندها كيفاش دير للدراري، فممكن تشري هاد لاباري هادي وديري حصص للناس غير من دارك، حصه ولا جوج تردي بها الثمن باش خديتي هاد لاباري، وحتى الدراري كذلك الله يسهل على الجميع. شوفوا انا هادشي اللي كنقول لكم راني واثقه منه ومتيقنه منه، علاش قلتو لكم؟ لان عارفه بلي ما فيهاش ضرر، يعني واخا تاخديها وتخدمي بها من الدار ما كاين حتى شي ضرر، والنتيجه مضمونه 100%. بالنسبه للصالونات ومحلات التجميل تانتوما ممكن انكم تاخدوها وديروها في الصالون ديالكم تخدموا بها، علاش لا؟ شي حاجه اللي زوينه وغادي تحمر لكم الوجه، وكيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي تشوفوني كنخدم بها راسي لختي خويا، ان شاء الله غنقدر نصور معكم شي فيديو غير في هاد الايامات هادي نوريكم الطريقه باش كتخدم، يعني شي حاجه اللي سهله اصلا كيجي معاها واحد الطفيتير وكيشرحوا لكم فيها كلشي كيفاش كتخدم. هادشي اللي كاين وهذا هو جهدي عليكم، اللي ديكم مشروع ديروه غير من داركم، تبييض الاسنان غير من الدار، شي حاجه بدون ضرر وشي حاجه اللي امنه والنتيجه مضمونه، لا سواء دراري او البنات الله يسهل الجميع. صراحه متشوقه انني نخدم بها، واكيد غادي تشوفوا معايا الفيديو اللي غادي نكون كندير التبييض للسنينات ديالي، وزعما ما تقولوش ما عندكمش فين تركبوها، ولا راني وريتكم قبيله في اي بلاصه، في اي بلاصه مع الطبله في شي بلاكار عندكم، وغير تزيروها راه ما تقبو ما حتى شي حاجه، ما تقولوا راه تضيع لكم البلاكار ولا الكوافوز، ولا ما تضيع لكم حتى شي حاجه، كتزيروها غير من التحت وراه كتشد معاكم البوزيسيون اللي بغيتو، مثلا كنتو جالسين من هنا تقدروا تدوروها عندكم لهاد الجهه، كنتو من هنايا تقدروا عاوتاني الدور عندكم لهاد الجهه، وهاد التيو انا كنقولو تيو هذا هانتوما شوفوا شحال قا صح ما كيتهرش ما حتى شي حاجه، ممكن تدوروها فين ما بغيتو باي بوزيسيون تقدروا انكم تحكموا فيها كيف ما بغيتو. ايوا صافي هادشي اللي كاين، وكيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي تشوفوني كنخدم بها السنينات ديالي في شي فيديو، غادي نشارك معكم ان شاء الله النتيجه واللي بغات تاخذها، ثمنها رخيص بزاف بزاف بزاف، وغادي تنفعكم بزاف صراحه في حياتكم، ما غاديش تبقاو نتوما كتضحكوا كديروا ديك اللعيبه ديال هكا ولا كتهضروا نتوما حشمانين، فهمتوا؟ لان راه الصراحه الله يحسن العوان الله يحسن العوان، كنعرف بزاف ديال الناس كيتعقدوا يعني فريمون معقدين من السنان ديالهم. هادشي اللي كاين، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وتهلاو ليا براسكم مع فيديو جديد، السلام عليكم.